ايه اللي جابنا هنا يا عمي في الظروف دي؟ يا ريس بنتي، احنا مش اتفقنا ان هنكون مع بعض في كل حاجه؟ ايوه ده في البيت والشغل. هنا اهم من البيت وام الشغل. انا برضو مش فاهم احنا هنا بنعمل ايه. انا راجل مهندس يا عمي، ماليش في الخناقات والمشاكل. احنا مش جايين عشان نتخانق لا سمح الله، احنا جايين ندافع عن الحق. انت هنا قصاد البلطجيه واعداء الدين، فيه ثواب كبير قوي ليك. ليه يعني وانا بدافع على بيت من بيوت ربنا؟ ده مقر الاخوان وانا مش من الاخوان. انا بقى من الاخوان، واللي عايز يناسب لي لازم يسمع كلامي. ولا انت ناوي تزعلني منك؟ فضل. انتوا واقفين ليه النهارده هنا عند مقر مكتب الارشاد؟ لحمايه المقر. حمايته من مين بالظبط؟ من اللي جايين عايزين يحرقوه. طب وحضرتك اتاكدت منين ان هم جايين عايزين يحرقوا المقر؟ الدعوات موجوده على الفيسبوك. الشرعية والإخوان، الشرعية والإخوان، إيد واحدة في كل مكان، إيد واحدة في كل مكان، الشرعية والإخوان، الشرعية والإخوان، إيد واحدة في كل مكان، إيد واحدة في كل مكان، الشرعية والإخوان، الشرعية والإخوان، إيد واحدة في كل مكان، إيد واحدة في كل مكان. مين الواد الأسمر ده؟ ده المسؤول الأول عن تدريب مجموعات النخبة، وهو المكلف برز الأهداف المعنية. ما بيدخلش مجموعته غير اللي بيعمل مجهود جامد قوي، مسميين مجموعته مجموعة الموت. اسمه ايه؟ محدش يعرف. هو معروف وسينا باسم الشبح، كان في سينا، وسامع سينا هو اللي جابه من هناك عشان يزود كفاءة المجموعات، واللي عرفه انه منه ليه على طول. تتابعوا البلاغ من الجديد أول بأول. حاضر. ارجع انت مجموعة. تمام يا فندم. زي ما بقول لحضرتك كده، جارتنا دي بتشتغل في بيت بتاع ضابط امن وطني، وكان في حاجات كده عايز اقولها لك يعني. بارك الله فيك وعليك، حلو قوي، هخليك تحكي لي. طيب لما سافر العريش ابو اسامه ده هقابله ازاي؟ هيعرفني ازاي؟ هعرفه ازاي يعني؟ مش عارف. هو مستنيك وهو هيعرفك. المهم دلوقتي قول لي، تعرف ايه عن الست دي؟ قالت لك ايه؟ صحيح، الست دي قالت لي إن في مأمورية أمن وطني نازلة النهاردة بالليل تقبض على ناس. تقبض على ناس؟ آه. إزاي؟ عارف ليهم طريقة كده، شايف الميكروباص ده؟ آه. هما بينزلوا بالميكروباصات تعالي الدار بس عشان أحكي لك، تعالي. تمام، أنا معاك. هما بينزلوا بالميكروباصات دي. آه. وبعدين بيروحوا خطفين كده. اطلع يا ابني. الشرعية والإخوان، الشرعية والإخوان، إيد واحدة في كل مكان، الشرعية والإخوان، إيد واحدة في كل مكان، إيد واحدة في كل مكان، الشرعية والإخوان، الشرعية والإخوان، إيد واحدة في كل مكان، إيد واحدة في كل مكان، الشرعية والإخوان. ده عمل حرامات، أنا بنمشي. خير يا حضرة الضابط، جاي تقبض علينا ولا إيه؟ لا جاي أخد مازن وأمشي. قالوش واقف اللي بيحصل ده. إزاي؟ ده هو أساس اللي بيحصل. واقف هنا عشان يدافع عن المقر، يحميه او يموت وهو بيحاول. المقر ده مش بلده عشان يموت وهو بيحاول. وبعدين هو ماله من المقر؟ وبعدين هو مش شبهه بالعافيه ولا ايه؟ بالعكس، ده بيحبنا وعايز يبقى معانا. اساله كده، تفضل معايا ولا تروح معاه؟ انا مش عايز غير ان انا امشي من هنا يا عم، انا مش متعود على اللي بيحصل ده. لا ازاي؟ ده هو جايبك هنا عشان تتعود، والعظيم مصر كلها تبقى بالشكل ده. ها؟ يا مازن اخترت ايه؟ يلا يا عم روح يا عم وتسيب المكان ده يا عم. عارف لو مشيت معاه انت هتشوف مني وش تاني. انت ابني ومش عايز اخسرك. مازن محدش عارف يقول لك انا معاك. يلا بينا. معلش يا زكريا انا مش هينفع اسيبه دلوقتي. بقول يا حضرة الظابط، اتفضل حضرتك، لان الناس دي كلها لو عرفت ان انت ظابط في الداخليه هتشوف اللي عمرك ما شفته. معلش يا زكريا انا اسف. الله اكبر ولله. روح يا زكريا وانا هبقى اكلمك. معلش انا اسف. انا اسف. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.